اليوم في ماينكرافت لقيت بهاي الجزيرة هذا الرأس مال الفقراء مال الذهب، وهمين لقيت هذا الرأس مال الدايمود مال الأغنياء، ونفس الشيء لقيت هذا الرأس مال الإميرالد مال الأساطير. ولكن الصدمة اكتشفت إن موجود داخل كل رأس مكان سري، فإذا تردون تعرفون شنو لقينا داخل كل مكان سري مال كل رأس ضغطوا لايك واشتركوا بالقناة وفعلوا جرس الإشعارات وتابعوا هذا المقطع حتى النهاية. اوكي يا ساتر خربت، اوصل الى هاي الجزيره، الله يستر شنو الشغلات اللي موجود داخلها. او ماي جاد، هذا طلع صديقي اوجا موجود هنا، والله العظيم هاي هلا والله. هلا والله بالعيال، شلونك؟ شخبارك؟ شو مسوي؟ شو طيب؟ والله شنو الاخبار اليوم عندك؟ شنو الاخبار؟ والله مثل ما جاي تشوف اني صارت عندي هاي الجزيره مال الذهب. تعال شوف، تعال شوف شنو موجود هنا. تعال اوجا عنده جزيره مال الذهب. شنو هاي الجزيره الطايره عندكم؟ تعال امشي منها، امشي امشي امشي، ارجوك ارجوك اريد ادخل داخلها. شنو موجود داخلها؟ بس قل. اوه اكيد اكيد تقدر تدخل بكل بساطه. تعال تعال خلي خليك تدخل. اوكي يلا اصعد جاي. اصعد منها. اوه من هنا. اصعد اصعد. اي اي اصعد اصعد، راح تدخل داخل الجزيره ان شاء اليوم. الله. اي انزل دقيقه، انزل. ايش فيك؟ ايش فيك طردتني؟ ليش؟ شنو انت كل عقلك تريد تدخل الجزيره الذهبيه مالتي مجانا؟ ماكو هيك شيء. اي عادي عادي، يعني صديقك اوجا ترى احنا اصدقاء منذ تقريبا 5 سنوات وتطردني عادي ترى. لا 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 هذا الكلام ما ينفع، تمام؟ ليش؟ انا فتحت هاي الجزيره الذهبيه مالتي حتى اكسب من عندها فلوس، وعندي اني مخبأ سري داخل الجزيره، يعني ما من ممكن اخليك تدخل بسهوله. طيب هاي انت تاجرها باليوم لو تريد تبيعها، لو شنو يعني؟ طبعا يعني؟ ايجار طبعا. اذا تريد الايجار اليوم الواحد بحبه بلوك الدايموند. اوكي خلاص تانية. خلاص راح اجرها لمده حرام شباب ما عندي ولا قرش يمي بالله. ثواني. انت تقدر تاجرها ببلوكه واحده بدون المخبأ السري، بس اذا تريد تعرف شنو موجود داخل المخبأ السري لازم تجيب لي بلوكتين ذهب. اوكي شباب شنو هذا القفاص اوجا؟ يعني يقول لنا الايجار لمده يوم واحد ببلوكه واحده ذهب، واذا اريد اعرف المكان السري واستخدم الشغلات اللي داخله لو لا المخبأ السري. طبعا لازم بلوكتين يعني لازم بلوكتين ذهب يا عيال، واني بالانفنتوري مالتي كل شيء ما عندي، فوالله هاي الحداده تعتبر ورطه. اوكي دقيقة، راح ارجع لبيتي اروح اجيب الشغلات اللي عندي وارجع لك. اوكي ثواني واجيك. ثواني ثواني ثواني. اوكي اوكي يلا يلا. اوكي اوكي شباب اخيرا وصلنا الى الجزيرة، ولكن جبت لي فقط حبتين ايرون وفرن وكرافتنج تيبل 3 حبات فحم. تقبل بيهم يا صديقي اوكي؟ حتتخليني حتى نص يوم؟ لا 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 تعب نفسك. ليش؟ هاي الاغراض الغبية اللي عندك روح اشتغل بيهن، سوي بيهن استحمار، سوي اللي عجبك، المهم تجيب لي بلوك الذهب. سمعت؟ قصدي بلوكتين. اوكي خلاص عندكم محل متجر هنا، وانا ليش معزل؟ ليش ماكو احد داخل هذا المتجر؟ صح بالليل صاحب المحل. لا لا موجود صاحب المتجر موجود، راح للحمام شويه ويجي. اوكي اوكي خلاص انا اجت لي فكره مره جميله يا عيال، راح ابيع لهذا المتجر. ايش يبيع هسه اول مره؟ والله ما ادري شباب، محل مالته فاضي، فيجوز راح اقدر انه اني ابيع له ما ادري تتوقعون هل اقدر ابيع له ورق مال شجر؟ فخلص شباب هاي الفكره. اي راح ابيع له ورق مال شجر وتشوف. اوكي الحين يا شباب راح ابدي بالخطه مالتي، فخلي نحط لنا الفرن بهذا المكان، نحط لنا الكرافتنج تيبل بهذا المكان، واول مره لازم نطبخ لنا الحبتين ايرون على مود. شنو على مود الايرون؟ راح نقدر نصنع به كماشه. او اي صاحب، يا عفوا لا صاحب المتجر اجا. هاي سلام عليكم صاحب المتجر. اهلا وسهلا. اهلا 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 وسهلا، والله سكنك قلش غريب يا اخي على شكل هاي البلوكه. شكرا شكرا. انا اشتغل بهذا المحل ابيع ادوات رهيبه، شنو تحب تشتري من عندي؟ شوف انت تشتري شغلات يعني يعني تشتري شغلات غير انه انت تبيع يعني؟ اي طبعا اشتري خردة، اشتري كل شيء كل شيء. اوكي هذا اللي احنا نبغاه يا عيال. اوكي دقيقه هسه نشوف اول ايرون صار جاهز، فجيب لك احلى كماشه. فشوف حبيبي، شوف 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 شوف، هسه خلي اجيب لي هذا كله شتلات. والله شغل حلو. اي اعرف اعرف اعرف. اوكي هسه ايش قد حصلنا من حبه ستاك شتله؟ ثواني ثواني. اوكي السلام عليكم استاذ، راح ابيع. اوه ما شاء الله يا ويلي ما شاء الله. اهلا اهلا. شوف راح ابيع لك ستاك شو اسمه ستاك ليفز مقابل بلوك الذهب. اوكي لا 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 شنو لا؟ ما يعجبني ما يعجبني سعرك، مو مناسب. جيب لي جيب لي 5 وردات صفراء حتى يكون السعر مناسب. لا طيب. اعطيك ذهب اني. طيب دقيقه شوف انطيني فقط 3 حبات ذهب. اوكي اعتقد كلش مناسب.
بس اوكي، كل حبه ذهب تساوي ورده ذهبيه. يلا بسرعه جيب لي ورد اصفر بسرعه. عسى انطيني شو اسمه الفلوس مالتي، انطيني ثلاث حبات ذهب علشان انا اعطيتك ستاك ليفز يا اخي. شنو لا تكون قفص يا اخي. خلاص يا ويلي والله انت نصاب، هذا شنو من بشر راح اعطيك ثلاث حبات دايموند قصدي ذهب. يلا بسم الله يا اخي والله العظيم تعبتني انت. خلاص انا ما اشتري من عندك ولا ابيع لك، اطلع برا. ليش ما تبيع لي اي شيء يا اخي؟ نصاب وينك واحد يبيع ورق مقابل ذهب يا اخي؟ انطيني ثلاث حبات ذهب، احنا هسه تفاهمنا يا اخي. انطيني ثلاث حبات ذهب وكفيني شرك. خلاص هذا موجود عندي بصندق يا ويلي يا سوالف. يلا عطني عطني ثلاث حبات. يلا الله يعطيك العافيه. اوكي اوكي بدت تشتغل الفكره يا عيال، بدت. يلا عطني خذن هاي وحده اثنين ثلاثه. يلا انطلع. يلا مشكور. اوكي شباب هسه ناقصتنا فقط ست حبات ذهب على مود احنا نحصل لنا الكميه المطلوبه حتى ناجر هذا. اوه عشان ما انتبهتاني بعد اكو جزر ثانيه، اكو جزيره الدايموند وجزيره الايميرالد. يا اخي ليش انا من البدايه اي اوغ هذول مالتك نفس الشيء مالتك هذول؟ لا لا مو مالتك، كل جزيره بيها شخص موجود داخلهن. ليش يا اخي؟ والله حسك جاي تكذب علي. اي مالتك ماكو ولا واحد، مو موجود ولا شخص هناني. لا 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 موجودين موجودين، هاي جزيره الايميرالد موجود داخلها شخص موجود فوق. والله العظيم احس انه هذني همنا الجزر مالتك انت، واحسك جاي تنصب علي وما تريد تشوفني. خلاص اعترف لك هاي الجزيره مالتي، تشوف تشبه السكن مالتي جاي تشوف. اوه ماي جاد شباب، يعني هذا الورع اوقع عنده ثلاث جزر وما يريد ينطيني حتى جزيره واحده. يا اخي شنو هذا القفاص؟ يلا احنا هسه اول مره. طيب بيش سعر اليوم الواحد بهذه الجزيره مال الدايموند؟ بيش هاي السعر مالتها يا حبيبي خمس بلوكات دايموند. شنو؟ اوكي خمس بلوكات دايموند، يعني حتى ذاب بلوك الذاب ما عندي. طيب واي بيش همين هاي الايميرالدي؟ يا اخي انت فقير خلاص ماكو داعي اقول لك السعر، راح تنصدم من عندي يا اخي. بس قل لي الايميرالد بيش، يعني اريد اعرف كيفي بعد. اوكي يعني ايش تتوقع مثلا حبه ديرت؟ لا 10 بلوكات ايميرالد. 10 بلوكات الايميرالد ويانا المخبأ السري مو؟ ايه طبعا ويجار مدة يوم كامل. هسه اني خليني شباب نشوف ان المخبأ السري اللي موجود داخل هذا البيت مال الذهبي ونشوف اخرته. هسه مو احنا بعنا استاك الواحد مال اوراق مال شجر بثلاث حبات ذهب، يعني ليش ما بيعنا استاكين زياده ونحصل لنا بلوكه شباب؟ اوكي 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 جيب البلوكه. ايش قد صار عندنا؟ لا تخمط لي الورقه الشجر مالتي. اوكي خلاص 57 حبه، هذا تعتبر كميه مره جميله. باقينا استاك واحد. والله الشيء الحلو انه على السريع دا نقدر انه احنا نجمع بالاوراق الشجر، يعني والله شغله مره بسيطه فقط. او لا شباب الكماشه مالتي راح تخرب، يا رب ما تخرب. بس لا مستحيل. اوه تستاهل خربت. اي حصلت لي استاكين الحمد لله. والله شباب قلت خلاص راح اتورط. يلا راح ارجع لهذا الشخص. هاي استاذ صاحب هاي البقاله، جبت لك استاكين ورق شجر مره ثانيه واريدك الحين تنطيني ست حبات ذهب. اوكي يلا عطني. يلا طيب لحظه خلي احطهم بالصندوق. يا ويلي هالشو والله رهيب. تمام راح اعطيك ست حبات ذهبيه فقط لا غير. اوكي فقط هذا اللي ابغاه. شنو هاي؟ لا تطردني ست حبات. اصبر لي لا تتكلم. اوكي نفتح الصندوق. يلا سريع حبيبي ذهب. اوكي اصبر لي ولا كلمه. يلا عطني ست حبات ما عليك. اوكي كفو يلا انقلع. الله يعطيك العافيه. يلا الحين شباب ايش راح نسوي؟ راح نجيب لنا البلوك الذهب. يلا تفضل خالي وينك بوم. هاي بلوك الذهب. هاي بلوك الذهب. يلا ليتس جو. ادخل الحين ادخل وحده. ايوه انا ايجار ما اريد مكان سري هسه، بس خلي اشوف المكان وبعدين افكر. اوكي طيب تعال وياي. تعال بسم الله بسم الله. يا ساتر يا ساتر يا عيال الله يستر من الشيء اللي راح الاقيه جوا. دقيقه وي ادخل. اوكي ادخل مفتوح الباب ادخل. هذا البيت والله بس ادخل هذا المكان السري هذا اللي جوا مغلق ما ينفتح. اذا تريد تفتح المكان السري لازم تجيب لي بلوكه ذهبيه ثانيه. اوكي 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 يعني هذا البيت اللي انه اني استعمله لمده يوم كامل مو هيك؟ طبعا لك والشغلات تسوي بيه اللي يعجبك. والشغلات المكان السري. طيب والشغلات هذول اقدر استخدمها من بين العقد؟ اوكي يعني اقدر استخدم. اوكي تقدر تستخدم من براحتك. هذا الشلكر بوكس راح اروح ابيعه بلوك الذهب. اوكي انت قلت لي تقدر تستخدم اي شيء، انت شلك علاقه؟ بس لازم واحد ترجعنا بنهايه اليوم. اي مالك هسه راح استثمر وراح اشتغل مستحمر لمده يوم كامل وتشوف. اوكي هاي حبيبي هاي سلام عليكم، جبت لك افضل واحسن شلكر بوكس بالدنيا. اعطيني مقابل بلوك. يا ويلي من وين جبته؟ من وين جبته؟ ما عليك اعطيني مقابل بلوكتين ذهب. يلا جيب بلوكتين ذهب. يلا لا راح اعطيك بلوكه واحده، واذا جبت لي شلكر بوكس ثاني اوعدك راح اعطيك بعد بلوكه ذهب. اوكي بسيطه هسه اجيب لك بعد.
ارجع. لا 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 لا, لا, لا. والله بس مين هذا؟ شنو قامك شبيك شنو؟ لا هاي احترم نفسك احترم نفسك. خلاص راح ارجع لك فلوسك. الغي العقد. اوكي لا شنو استم الغاء الفكره. لا 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 لا, لا حبيبي لا حبيبي لا شنو خلاص راح اعطيك هاي البلوكه وراح ادخل الى هذا المخ السري. اوكي اوكي خلاص تقدر بس لا تبيع الشركه بصلى عليك. اوكي خلاص ما راح ابيعها. اوكي يلا بسم الله الرحمن الرحيم شباب راح ندخل الى المخبأ السري ونشوف شنو موجود داخله. اي وخر لا تقدر لا تدخل المكان السري بسم الله. اوه ماي جاد هلا والله بالمخبأ السري بسيط. اوه لا موجود صندوق سري يا عيال. اوه 26 بلوك الذهب وست حبات ذهب. جميل جميل هذا مالتي للابد لو فقط اليوم واحد. يعني اليوم واحد فقط. هسه اروح اشوف ايش راح اسوي. سمع لا هسه يقول لك ايش راح اسوي. اي راح ابيعها. تعال تعال صديقي. اي شنو هاي؟ اهلا اهلا. ذا شوب از اوبن. اه المتجر مفتوح. حبيبي راح انطيك 26 بلوك ذهب. اريدك تنطيني مقابلهم ايش قد؟ قلت لي سعر الدايموند ايش قد؟ جزيره الدايموند. والله نصاب انت. قل لي ايش قد؟ قل لي اللي يغلق المكان مالتي. تعال 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 تعال. قل لي ايش قد؟ ما خليك ما خليك ما خليك. هاي ورع يلا. هذا نصاب يريد يسرقني. شنو نصاب؟ يغلق الطريق مالتي. خليه يغلق الطريق باسرع وقت. خليه يغلق. اعتقد كان اتذكر بخمس بلوكات دايموند ما ادري ايش قد. لا 10 10 شنو خمسة؟ 10 بسيطة. هذا 26 بلوكة دايموند صديقي. ردك تنطيني مقابلين 10 بلوكات دايموند. اوكي يلا جيب. اوكي اوكي راح اعطيك ال 10. لا 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 تعطي ال 10. انا ما يهمني انا جاي اشتغل هنا. ايه انطيت 26 وفوقها حبيبي راح نعطيك حبة 2 3 4 5 6 6 حبات جولدن ابل. اوكي يلا شنو هاي؟ لا تسد علي المكان. اي اي ما خليك. لا يلا 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 تفضل يلا تفضل يلا دخلني دخلني. اذني 10 بلوكات دائما تفضل خذهم. اوكي هسه راح ادخل المكان. تعال وراي جيب لي. تعال لا تقول لي هذول ال 10 بلوكات بدون مخبأ سري. لا طبعا ويا المخبأ السري. امشي امشي امشي. يلا يلا شباب والله راح نصير اغنياء. تعال اوقف هنا اوقف هنا اوقف هنا اوقف هنا. تعال وانا وانا كنت وراك. انا وراك. تعال تعال هنا. لا راح تطيحني راح تطيحني. ما اوقف هنا راح تطيحني. اعرفك اعرفك غدار انت. اوكي الفلوس يلا اعطيني اياها. يلا هذول 10 بلوكات بس. ايش قد تريد اضيف لك فلوس على مود ادخل المكان السري؟ ايش قد تريد انطيك فلوس؟ بلوكتين دايموند اذا بسيطه بسيطه. شنو هاي؟ منو سد هذا المكان؟ وريك هاي. خليني ادخل لا يا ورع شباب. شنو هذا وقع؟ شنو هذا وقع؟ شو خليني ادخل؟ لا لا تغلق لا تغلق. شنو تغلق؟ لا 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 راح يبيع ايش الكربوكس؟ اكيد راح يبيع ايش الكربوكس. خلاص ما راح ابيع ايش الكربوكس. راح ابيع السريرين وراح ابيع الكرافتني. والله ما ادري السريرين ايش قد يسوون. اكيد راح ابيع ايش الكربوكس يعني اي شيء. لا يا نصاب والله هذا استعمار. ايه استعمار. ايش قد قلت لي حتى ادخل مخبأ السري؟ ايش قد من بلوك الدايموند؟ بلوكتين. يلا يلا جايك. والله هي شغله جدا بسيطه شباب. اروح اخمطه سرقه وهذا. هاي صعب المتجر. اي 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 اهلا اهلا اهلا. يلا اليوم البارحه قبل شويه جبت لك شلكر بوكس اصفر وهسه جبت لك الشلكر بوكس الازرق الخنفوشاري. تفضل شوف. اوه يا ويلي شو ودي لي. لحظه هذا راح ابيع لك اياه. اي راح ابيع لك اياه بخمس بلوكات دايموند. اوكي جيب لي خمس بلوكات دايموند راح ابيع عليك. شو راح اعطيك اربع بلوكات. اربع بلوكات دايموند. اوكي خلاص يلا جيب لي اربع بلوكات. يلا عطني وراح اعطيك فوقان سريرين اسطوريين لون انزرق همين. اشوف الحين خمس بلوكات شنو رايك؟ والله فتشي كلش حلو. يلا هذول ثلاث اربعه بعد وحده. الله يعطيك العافيه. يلا تعال حبيبي تعال تعال. يا عيال نصب علي. انت اسعارك علي. اسعارك رخيصه. ايش بيك؟ اسوي لك انا ما تقول لي؟ اوه والله صحيح اسعاري رخيصه. انا ما توقعت بهاي الطريقه راح تصير فلوس. وهسه تشوف شلون. لا ما تغلط ما تقدر. وخر وخر هسه راح اشتري من عندك هذا المكان وتشوف شلون راح افلسك يا ورع نصاب. والله نصاب. يلا ايش قد قلت لي مخبأ سري ايش قد بيش؟ خمس بلوكات دايموند. شنو قلت بلوكاتين؟ شلون صار الخمسه يا اخي؟ خلاص ثلاث بلوكات. غير ثلاث بلوكات ما اقبل. يلا واحد اثنين ثلاثه. اوكي وهسه راح اسوي لي دروع عمينا. اوكي هاي تشست بلايت هاي خوذه وهاي شغلات. او ناقصنا البنطلون. اعطني بلوكات دايموند زياده تشتري لي بنطلون ارجوك. خلاص هاي هاي بلوك. اي اسوي لي بنطلون. أخذ... اوكي شوف شنو عندي. شوف شنو بيدي. شوف شنو بالله تشوفني. اوه شكر بوكس. خلاص اخذت لك حبه دايموند. يلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم. راح ندخل مخبأ السري بعد 3 2 1 ليتس جو بوم. اوه شنو هاي؟ والله ادخل 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 موجود بيه انفلات وموجود بيه. بسم الله
اوه نايس 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 نايس. ادوات والله مزين، ما سويت لي ادوات. اي رجع لي السادل مال الدايم. رجعت للصندوق، رجعت يا عيال. كافو. يلا الحين اسي ايش قد قلت لي من بلوكت ايميرال تحتاج حتى اشتري من عندك هذا الجزيره مال الايميرال؟ جزيره الايميرال يا حبيبي مو للبيع، انا غيرت رايي. لا لا شنو الايجار هذا؟ القانون مال هاي الجزيره شبيك؟ قانون هذا قانون اريد ادخل. انت نصاب يا اخي. خلاص الجزيره مغلقه حاليا. لا شنو مغلقه؟ لا لا لازم ادخل لها اشوف المخبأ السري مالتها، اريد اصير غني. شوف ما شاء الله شباب، يعني تخيلوا اجينا فقط بحبتين ايرون سوينا كماشي. اسكت اسكت خلي اسولف. غني بالنصب هذا الشيء ما مقبول. لا مو نصب شباب، كتبونا بالتعليقات هذا مو نصب. اوكي استحمار. شوف استحمار. شوفوا شباب احنا بحبتين ايرون جمعنا شجر اوراق مال شجر ورحنا بعناها لهذا الشخص الموجود هناك الجميل، وصار عندنا اول مره ايش قد صار عندنا ذهب بلوك اولى بلوك ثاني. الحين شوفوا 36 بلوك الذهب وادوات دايموند ودروع دايموند، يعني شغلات اسطوريه. ولكن الهدف مالتي اليوم انه اني اريد ادخل داخل هذه الجزيره مالت الايميرالد، واريد اكتشف شنو موجود داخلها حتى اصير اني اغنى واحد هنا واسوي لي بعد جزيره الي من النذر رايت. اوكي يلا يلا تعال انزل. انزل. لا انا واحد غيرت رأيي خلاص، ما قررت ابيعها. هاي شيل كربوكس روح بيعها، ادري بكثير تبيعها. لا لا هاي تعرف ايش راح اسوي بيها؟ راح اضم بيها كل اغراضي. اشوف هاي كل اغراضي راح اضمها، هاي الدايموندات مالاتي. اوكي يلا اوكي خليني مشكور، راح اضم بيها كل اغراضي حتى اصير كلش غني. اوكي متاكد انه انت ما راح تبيع لي اياها؟ طيب خلاص مو اجرها لك مقابل 20 بلوكه ايميرالد. 20 بلوكه ايميرالد. جميل جميل جميل. روح للمتجر راح نعطيك كل هذا تشيل كربوكس، حتى الدروعي راح اخليه. هو اول ما يفتح هذا الصندوق راح ينصدم هذا صاحب المتجر، فنكسره بهاي الطريقه. اوكي يا ربي. يلا اسكت اسكت اسكت، تشوف هسه التجاره شلون. ايش قد قلت لي 10 بلوكات ايميرالد؟ اوكي 20 بلوكات. يا صاحب المحل، صاحب المحل اهلا 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 وسهلا. يا صاحب المحل شوف جبت لك اليوم تشلكر بوكس كامل، وداخل هذا تشلكر بوكس. ويلي افتح شو داخله. فتحه خليه يدخل. لحظه بسم الله بسم الله. فتحه ويلي داخل الشغلات رهيبة والله العظيم. اوه ايه جويلي. شفت هذني شغلات كلهن؟ اريدك تنطيني مقابلهن 20 بلوكة ايميرالد. اوكي لا غالي غالي سعرك غالي كثير. شنو غالي؟ غالي غالي راح اعطيك 15 بلوكة ايميرالد. لا لا اريد 20 اريد 20 ونعطيك فوقانا البكاكس. اوكي تفضل البكاكس ابو الدايموند. اوكي اوكي صار سعرك يعني اعطيك 18 بلوكة ايميرالد، بس اذا تجيب لي شلكر بوكس اخر والله العظيم راح ازود السعر. ما موجود شلكر بوكس قلنا بعدين. بعدين كله. طيب طيب راح اعطيك 20 بلوكة ايميرالد. اظل 18 فقط يا ورع. يلا ماكو مشكله خلاص. يلا 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 تعال معي. يلا اوجا جبت لك فقط 18 بلوكة ايميرالد، يلا تخليني تاجر لي فقط لمده يوم واحد. موافق اجر لك يا مقابل يوم واحد، بس ممنوع من عم بات تاخذ الشلكر بوكس. اوكي خلاص خلاص ما راح اخذ الشلكر بوكس. اوكي يلا اذا لقي لي شيء بعد نادر والله اخذه والله اخذه. شبيه اوكي يلا خلي نشوف. يلا يلا اوكي هسه خلينا نصعد ونشوف شنو موجود. اكو درجه هنا خربان. يلا نقول بسم الله. لا لا طيحني يا ورع يا ورع. لا طيحني لا تضربني. انت لا تضربني. هاي لا احترم نفسك ولك يا تحترم نفسك. انا اصعد قبل يا اخي والله ما تصعد. هذا المكان انا اجرته اللي اصعد والله المكان انا اجرته اليوم. واخر يا ورع واخر. لا لا ما تصعد. شوف تصعد اطلع برا اطلع يا حسبي والله راح تصعد على الشرطه. انا اجر لا كنت اصعد على اخر اخر. يلا هسه شوفني شلون راح تصعد. شوفني شوفني. اوه ذكي ذكي الحركه. لا 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 اوكي كمان عوفني عوفني. لا يا حسبي الله والله صعدت. يس لا لا سريع سريع والله عارفه راح يسد المخبأ السري والله عارفه. لا 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 تسد علي. لا 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 تستاهل حتى المره الجايه ما تسرق الشلكر بوكس. اوكي سهله سهله بسيطه بسيطه الشغله. اوكي شنو راح تسوي؟ راح اصعد لك حبيبي. ها او ما اقدر ادخل. السلام عليكم. لا شباب لا لا هذا سد علي المكان. جتني فكره مره اسطوريه يا عيال، راح اسوي لي تراب دور، وبهذا التراب دور راح يديني انه اني ادخل فقط من بلوكه واحده. شوفوا الاحتراف هسه شلون راح يصير. والله العظيم هذا الورع راح ينصدم. اوكي دقيقه خلي نسوي لنا اول مره كرافتنج تيبل بعيده ما مالي خلق اروح اجيبها. حط لنا الكرافتنج تيبل بالمكان. يلا حداك توصل لي. يلا وشنو نسوي؟ قلنا احنا الحين التراب دور شباب. والله حتى نسيت شلون ينصنع اي تراب دور. شلون
اي والله حتى نسيت، اعتقد ردنا حبه ستيكايه. ايوه بالضبط، لا فنس مو ترابدور، فنس حتى ترابدور يضبط، ولكن حتى الفنس يمشي حال. اوكي خلينا نصعد اللي فوق يا شباب. اوكي جميل 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 جميل. اي برع. لا 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 شباب شنو هذا، ارجوك خليني ادخل يا اخي، لا تبقى تسوي فيني كذا. يلا يلا تعال ادخل، تعال 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 كمان مين. اوكي حسبي الله عليك، شنو انت من بشر؟ بس قل لي شنو انت من بشر. اتعداك تدخل، يلا اتعداك يا ورع. اوكي اوكي الحين هسه خلينا نشوف النهايه هنا نسوي النهايه. هتسوي هيك او لم تزبطوا معنا؟ ادخل من تحت الارض، اكسر الصندوق وادخل. اوكي شنو؟ اكو صندوق وزجاج، اكسرها من تحت. فهمت فكره. دقيقه شباب، دقيقه شنو والله ما تعمل. اريد ادخل من بلوكه واحده، ما قدرت، ما ده يصير. والله مسكين، خلاص راح اساعدك، ثواني لا ودخلت. دخلت مخبأ سري. لا تعال يلا لا. يلا يلا شوف شنو موجود بالمخبأ السري مالتي. شوف شنو عندك بالاكس درايت؟ ارجوك افتح لي يا اخي، ارجوك بالله. وخر وخر انا اسوي لك يا وخر. يلا سوي، روح اشتغل. اوكي انا ولو ما اثق بيك، بس يلا مو مشكله. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. جابوا اوكي المقعد السري على طول. لا مسدود. طلع. طبعا مغلق. طيب ايش قد تريد؟ طيب افتح لي الصندوق، شكو داخله؟ شكو مش موجود داخله. افتحها ما افتحها وخر، ابتعد، ما افتح اي صندوق يا اخي. شنو سالفته؟ اعرف شغلك انت. خلاص لا 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 ترى ادخل ايش قد يلا افتحت لك المخبأ السري. قل لي بيش المخبأ السري، افشل كربوكس واحد. يلا تفضل هذا تشيل كربوكس. يلا بسم الله الرحمن الرحيم شباب. اوكي دخلنا. اوكي اي شنو؟ ايش بيك؟ لا شباب شنو هذا من بشر؟ اوكي شنو هذا من بشر؟ بس قل لي حسبي الله عليك. اوكي شباب دخلنا الى المخبأ السري والحين راح نعرفه، ولكن اذا تردون تعرفون شنو موجود داخل هذا المخبأ السري لا تنسون تحطوا لايك وتشتركوا بالقناة وتفعلوا جرس الاشعارات. يلا اوكي جاهز حتى تفتحها معي؟ لو فتحت انت اصلا طاف. يلا انا عفوا. يلا بسم الله. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. 3 2 1 بوم. ما شاء الله شوف كمية الإيميرالد الرهيبة اللي موجودة. شوف بهاي المرحلة شباب رجعنا كل الخسائر مالتنا، كل شيء رجعنا. أحسن مستثمر بالتاريخ. لا مستحمر، لا تقول لي مستثمر حبيبي. لا أنت ربحت، لو خسرت نسميك مستحمر. لا 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 والله فتشي مرة جميل. خلاص شوف هذا الشلكر بوكس اليوم راح استثمره، راح أخليه أترسل كله بلوكات إيميرالد. شوف وراح أبيعه إيه لذاك الشخص مقابل نذر رايت. تمام والنذر رايت راح يسوي لي بيه جزيره، وراح اجر اليوم الواحد ب 100 بلوك دايموند. تشوف انا شلون راح اصير غني، راح اصير احسن من عندك. اسرع وقت خلي يروح لبس ورايح عيادك ورايح. دقيقه اوكي هاي ورايح، تعال ورع. اوكي يلا ورع. يلا وصلت ورع. صديقي ورع. صديقي اوه شكو شتري هذا وصل. لا اي تعال صديقي راح انطيك هذا تشيلكر بوكس، انطيني 100 بلوك 100 شو اسمه استاكين اللي تريد. اوكي نذر رايت، والله حتى ما اعرف شو احكي. اوكي خلاص تريد نذر رايت؟ عندي نذر رايت. نذر رايت يلا اصبر لي خليني اشوف النذر رايت مالتي. كم حقت نذر رايت هذا؟ تعال اخذه. لا بلوكات حبيبي، بلوكات حتى بلوكات ثواني حتى ابدي اشتغل. اريد اسوي جزيره مثل هذه يا اخي، حتى اجر حتى هذا يصير فقير. كفو يلا نطلع من يمي. كفو بعد راح اجي اخذ من عندك لانه اعطيتك هواي بلوكات يميرض. اوكي يلا الحين شباب ايش راح اسوي؟ راح اروح ابني لي افضل واحسن جزيره، ولكن راح يكون بهذا المكان. يلا بدينا ليتس جو، راح اصير اغنى من اوجا والله العظيم. فخلاص شباب هنا وصلنا الى نهايه الفيديو، اتمنى عجبكم هذا المقطع الجميل الخفيف اللطيف. فاذا تردون بعد هيك مقطع فيس كام كتبونا تحت بالتعليقات، وضغطوا لنا لايك، امين، ولا تنسون تشتركوا بالقناه وتفعلوا جرس الاشعارات. وبس سلام عليكم.